اللجنة ما فيهاش مشكلة، لأن اللجنة ما بتسربش الامتحان ولا عمر تسريب حدث من اللجنة. فالنهارده إذا وضعنا هذا الامتحان على فلاشة بنموذج ألف وباء وجيم، إذا حدث إن ده انكشف ممكن أحط باء وجيم، وإذا هذه الفلاشة وضعت في ظرف مغلق واتشمعت بالشمع الأحمر، وثم ذهبت بعد كده إلى اللجان الفرعية مش اللجنة الرئيسية، ما بقاش في مطبعة سرية، ثم تطبع قبل الامتحان بساعة من خلال لجنة بتبقى موجودة جوه وتوزع على طول. إذا أنت قللت مراحل انك انت بتروح مطبعه سريه فيها 28 واحد، ثم بعد كده بتفتح في اللجان التانيه الفرعيه عشان توزع، ثم فهذا يعني التطور ممكن تقلله بدرجه كبيره جدا ويحدث ده. في هناك طريقه اخرى، ان احنا النهارده لو وضعنا 20 نموذج امتحان، احنا عندنا امتحانات اسمها امتحانات متكافئه، يعني انا مستعد احط لك في ماده مثلا الكيمياء في الثانويه العامه 20 امتحان بيقيسوا نفس المستويات، يعني واحد بيقيس مثلا الفهم يبقى الثاني هيقيس الفهم، بيقيس حل المشكلات يبقى نفس السؤال بيقيس حل الايه؟ وممكن النهارده الطالب طبعا لو احنا استخدمنا الكمبيوترز بقى يحل الامتحان عن طريق الكمبيوتر ويطلع له النتيجه حتى موجوده عشان دي الامكانيات. طب المسؤوليه بتقع على مين؟ علشان انا متخوف انها تحصل السنه دي برضه او السنه اللي جايه لا قدر الله. ما هو الوزاره لابد ان تجد حلول، مع الان انا اعتقد ان في لجان مشكله، لجنه مع البرلمان اللي هو لجنه التعليم مع وزاره التربيه والتعليم المسؤولين عن هذا الامر، في تنسيق كامل ما بينهم لمحاولة حل هذه المشكلة. التسريب اللي قبل ده، ما انا بقول لحضرتك كلما قللت عدد من يشتركون في هذه المنظومة كل ما قللت الايه احتمالات او المخاطر التي قد تنتج عن تسريب هذه الايه الامتحانات. ده نمرة واحد. اما الغش الالكتروني فلن يكون هناك حل الا باستخدام اجهزة التشويش. لان تشويش لان هقول لحضرتك ودي هتبقى موجودة في كل المدارس. لا انا هقول لحضرتك هذه هتتعمل ازاي بقى بشكل مختلف خالص. النهارده حتى في الجامعه عندنا بنعمل ما يسمى بخيمه بنضع فيها اكثر من لجنه. تمام. وبالتالي بدل ما تبقى 20 لجنه في مثلا عندي 50 لجنه في المدرسه، بدل ما نضع في كل حجره او لجنه من اللجان جهاز، لا هيبقى في خيمه بتضم 20 30 لجنه. بالعكس ده هتقلل كمان الغش، لان بدل ما تبقى في لجنه فيها غش ولجنه زي ما احنا بنسميها مشدوده ولجنه ثانيه فيها غش، تبقى كل اللجان امام رئيس اللجنه في جهاز واحد بس موضوع فيها، يبقى انت هتحتاج الى حوالي 1500 جهاز. لو انت حسبتهم مش هيكلفوا 15 مليون 20 مليون جنيه، اعتقد ان ده مبلغ مش كتير جدا على ان احنا نوقف هذا الامر. هو انا شفت موضوع بس مش خيام يعني، بس هو بنفس المنطق. وهو ان في صالات كبيره جدا. ايوه بالظبط. تداولت حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم كانوا بيقارنوا ما بينها وما بين مصر.